الآن في قضية خطأ أم المؤمنين، وأنا أعلم أنها أخطأت رضوان الله عليها في الخروج. كيف لا أقول إنها أخطأت والعلماء يخطئونها ويصفون خروجها بالبغي، وهي خطأت نفسها وكانت تبكي حتى تبلي حجرها، ومش هيك وبس، وكانت تشتهي وتهوى أن تدفن في حجرتها إلى جانب إيه زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر والفاروق عمر، وكانت لهم معظمة ومجلة، لكنها هي التي قالت هي التي قالت فلا تدفنوني إلى جانبه فقد أحدثت بعده حدثا. شوف حتى عندها ورع، قالت أنا ما لعلي لا أستحق هذا المقام أن أدفن إلى جانب رسول الله لأنني أحدثت شيئا، يعني وهو شيء هذا مش سهل، شيء كبير، تسببت في قتل من 8000 قيل وعشرة آلاف من البشر، فضلا عن إيه؟ عن ألوف الأيدي التي قطعت. كارثة من كوارث الأمة، مع أن النبي صح عنه أنه كان حذر سواء لها أو لغيرها، فكانت هي أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب احذري أن تكونيها. والحديث صحيح، صححه ابن حبان كما قال حافظ فتح الباري، وصححه الحاكم كما قال الحافظ، ووافقه الذهبي في التلخيص، ومن أواخر من صححه الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه، وأكد أن الحديث صحيح رغم أن أبا بكر ابن العربي في العواصم القواصم أنكر وجود الحديث أصلا، قال مش موجود. وين هذا الحديث؟ وينه؟ مخرج في أكثر من كتاب، خرجه الإمام البزار، خرجه الإمام الحاكم، خرجه الإمام ابن حبان، خرجه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده. كيف وينه يا ابن عربي؟ ما طبعا ما ابن عربي رحمة الله عليه مش يعني محيط بكل العلوم، يعلم أشياء، هو علامة كبير وإمام جليل وأشياء تغيب عنه. وقال الحافظ العلامة أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير، قال وأبدى العلماء بإنكار هذا الحديث عن غباوة وجهل، هكذا قال، قال كان غبي وجاهل هنا تنكر حديث مثل هذا. العلماء الكبار والصغار يعرفون حديث الحوأب، لأنه حديث مهم جدا ولافت، حديث الحوأب، لأن النبي كان فيه يعني ينظر الغيب من ستر الرقيق. تخيل هذا قبل وفاته يقول أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب احذري أن تكوني يا عائشة، وكانت هي عائشة. في خطأ هنا حدث، كيف مش خطأ؟ وأنا أقول لكم والله العظيم، كل من أحب أم المؤمنين وأحب الرسول من قبل، والله العظيم إذا أحب أن يجزي إليها جميلا فليستغفر لها الله كثيرا، ليقول اللهم اغفر لأمنا. ولا تستمعوا إلى مثل ابن حجر الهيتمي أحد أئمتها، أحد أئمة الشافعية، الذي قال بطريقة لا أدري كيف يعني سولت له نفسه أن يطلق هذه الأحكام تقريبا، وهذا لم أراجعه أيضا، وقرأته برضو زهائي من قبل حوالي 25 أو 30 سنة. قال إنه في الاستغفار للصحابة والعياذ بالله شبهة كفر، دول الصحابة غفر الله، إياك أن تقول غفر الله لهم، هاش أقول يا ابن حجر؟ قل رضي الله عنهم، لأنك لما تقول غفر الله لهم كأنك تغمز قناتهم. أسألك يا مولانا، وهل الصحابة عندك معصومون؟ هل الصحابة لا أخطاء لهم؟ لا أثام عندهم؟ طب يا ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليك ورضي الله عنك، أنا أقنع بكلامك أم بكلام رب العالمين؟ يقول لا بلغت يا عدنان، ايش دخيلك؟ ايه الله قال هيك، الله قال للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بإجماع المفسرين إخواننا الذين سبقونا بالإيمان هم المهاجرون والأنصار أصحاب الدار. الله بيقول استغفر لهم، ما حد بيقول له اياك تستغفر، لو استغفرت ممكن تكون كافر. ايه الفقه هذا؟ اي علم هذا؟ اي فقه يا جماعه؟ شفتوا كيف لما يكون فقه قرانيا وكيف لما يكون فقه رجاليا؟ قال ابن حجر، قال ابن تيميه، وقال الطبراني، وقال الطبري، على عين الراس ائمتنا، منهم نتعلم، ولكن مش معصومين، ليسوا معصومين. اذا اخطاوا وخالفوا صريح الدليل نقول لهم لا، عذرا عذرا، لن نتابعكم. ولذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عليه، والله الآن نسيت، يا في التمهيد أو الاستذكار، قال الموقف من الصحابة و و و وأن نستغفر لهم، هذا فهم، هذا صح، هيك قال، تستغفر لهم. بتحب الرسول؟ بتحب أم المؤمنين؟ قل اللهم اغفر لها، اللهم تجاوز عنها، اللهم اغفر لها ذنبها وخطأها وخروجها على الإمام علي، على إمام الزمان، اللهم اغفر لها، اللهم
بتكون والله العظيم خدمتها، أقسم بالله، بتحاول تجعلها معصومة وكأنها لم تخطئ وقطع الله لسانك وكيف أخطأت ما أخطأت، والله تضرها، أقسم لك بالله، لأنك تمنع عنها استغفاراً كثيراً، أنا متأكد سينفعها. دعاء المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب إيه؟ ينفعه. عائشة في خطائها أحوج ما تكون إلى ماذا؟ وهذا لا ينقص من مقامها يا جماعة، ما المشكلة؟ بس ما في، ما بعرف، عقليتنا ليست قرآنية، عقلية تقديسية تألهية، نؤله البشر، نحولهم إلى إيه؟ إلى آلهة وأنصاف آلهة، فنضرهم ونضر أنفسنا ونضر عقيدتنا وديننا. على كل حال، طيب الآن هم هولوا كما قلت لكم وأثاروا عجاجة، لأنني قلت لا أستطيع أن أخطأ أنا بمصير عائشة، يعني هل هي مغفور لها إن شاء الله مرة واحدة وتدخل الجنة بغير حساب؟ طبعاً انتبهوا، أما أنها ستصير إلى الجنة في أضعف الإيمان قطعاً، هذا لكل مؤمن، فكيف أم المؤمنين وزوجة الرسول؟ لكن هل تدخل الجنة بغير حساب، بغير سابقة عذاب؟ نرجو ذلك بحق محمد، وأقول لك يتوسل، أتوسل محمداً، أنا عندي التوسل حلو، بحق محمد وآل محمد أن يغفر الله لها وأن يدخلها الجنة بغير حساب وأن يقر بها عين إيه رسول الله، أنا أحبها لكن لا أقطع بهذا. وسوف ترون مذهبي هو الحق ولا مذهب إيه؟ المشايخ الفضلاء، مذهبي هو مذهب أهل السنة والجماعة بالأدلة، الآن سيأتيكم. إذن أول شيء عشان نرتب النقاش، هم لا ينكرون ما أطبقت عليه إيه؟ أو أطبق عليه معظم علماء الأمة من تخطئتها في خروجها، وتلوت عليكم هذا في حلقة سابقة، وآخر من خطأها الشيخ الألباني في حديثه أو في تخريجه لحديث الحوأب، الشيخ الألباني قطع بتخطئتها وأنا أتيت به، إن أردتم أتلوه عليكم، لكن أعتقد أنكم لا تحتاجون لأنه موجود في السلسلة الصحيحة. أيها الإخوة اقرأوا تخريج الألباني لحديث الحوأب، أيها الإخوة، جزم فيه بتخطئة عائشة في خروجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم، مطبوع عندي هنا إذا أردتم اقرأوا. طيب بعدين، وهم لا ينكرون ولا ينبغي أن ينكرون، أم تراهم ينكرون اعترافها بخطئها وندامتها الأكيدة وبكاءها، ينكرون بكاءها حتى تبل حجرها، لا ينبغي أن ينكر هذا. نعم، روى ابن سعد في الطبقات والحاكم وصححه في المستدرك ووافقه الإمام الذهبي ونقله في النبلاء في ترجمة عائشة، قالت عائشة: وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثا، أدفنوني مع أزواجه، فدفنت بالبقيع رضي الله عنها. وهذا يؤكد لكم أن عائشة ليست امرأة جريئة يعني على الله ولا تهم آخرتها أبداً أبداً، بالعكس، لكن ليست معصومة، أخطأت، وهذا الخطأ ليس يسيراً، خطأ كلف الأمة ألوفاً من الضحايا يا جماعة، في هذه مسألة عند الله يعني إيه؟ مسألة عدل. قال الذهبي: قل تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، هذا الحدث، وتعرفين كلمة حدث؟ ما معناها يعني؟ شيء فظيع، أحدث في الإسلام حدث، شيء فظيع، شيء فظيع جداً، ورد فيه إيه؟ نهي مخيف، بل ورد فيه ما هو أشد من ذلك، الأحداث في الإسلام. قال الذهبي: قل تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك، تابت. التوبة تكون من الخطأ والإثم ولا من اجتهاد المأجور؟ من التوبة والإثم، افهموا، عارفين هذا مثل ماذا؟ مثل ما أفاد الشيخ حسن بن فرحان المالكي، وفي الحقيقة هو موجود حتى إيه في بعض كتب الإمامية في التفسير، أنا قرأته من قبل، البغي لا أجر فيه، لا تقول لي اجتهد في بغيه وهو مأجور بأجر واحد، أنت ضد القرآن، لماذا؟ قال تعالى: غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، معناها من بغى أو اعتدى مأثوم ولا غير مأثوم؟ ابن رص كتاب الله، فهمتم علي؟ ولا أعيدها؟ ما تقول ليش بغى، افهموا، أنا بعرف هذا الكلام حيهز أناساً كثيرين، أسأل الله أن يفيدوا منه وأن يتعلموا وأن يعرفوا على الأقل أن ينظروا إلى المسائل من زوايا جديدة قرآنية، إعمال العقل، تفتيح الدماغ. قال لك بغت عائشة، بغى طلحة، الزبير، بغى معاوية، قتل 70,000، تسبب في قتل 70,000، مأجور،
بأجر واحد، اجتهد فأخطأ. هل في البغي اجتهاد؟ لو كان في البغي اجتهاد لكان الباغي المجتهد مأجوراً بأجر واحد كما قالوا، صح؟ والله يقول غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فكل من بغى واعتدى مأثوم بنص الآية. فهمتم؟ وضحت الحجة، وضحت الحجة. لذلك يقول الذهبي تابت، والتوبة لا تكون إيه؟ من اجتهاد يؤجر فيه صاحبه. تابت، ندمت ندامة كلية، والندم توبة، وتابت من ذلك على أنها فعلت ذلك، وهذا من تناقضه رضوان الله عليه ولا نوافقه. قال على أنها فعلت ذلك، ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير. هذا كلام ينقض إيه نفسه بنفسه، غير صحيح، غير دقيق، غير دقيق قرآنيا. ثم روى الذهبي قالت عائشة إذا مر ابن عمر فأروني، فلما مر بها قيل لها هذا ابن عمر، تلوت قبل شوي من حفظي نفسه، فقالت يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيري، أي البصرة. قال رأيت رجلا قد غلب عليك، يعني ابن الزبير يقول الذهبي، وفي النبلاء. ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة في موضع آخر، وحضورها يوم الجمل، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ. فعن عمارة بن عمير عمن سمع عائشة إذا قرأت، يعني كانت إذا قرأت وقرن في بيوتكن بكت حتى تبل خمارها. إيش اللي أطلعني من بيتي أنا وفعلت هذه الفعلة؟ ليش؟ ثم ساق الذهبي حديث الحوأب الذي عند أحمد وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجوه، كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب، وذكرت لكم من صححه، ابن حبان والحاكم والذهبي وافقه إلى آخره. وفي البخاري أن عمارا حين بعثه علي عليه السلام إلى الكوفة ليستنفر الناس قال إنا لنعلم إنها لزوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتتبعونه أو إياها. تتبعوا النبي أنتم، هي زوجة نبيكم، هي هتتبعوا النبي وتتبعوا عائشة، طريق النبي هي في هذه المسألة غير طريق عائشة، حتى طريق القرآن غير طريق عائشة. في سؤال هيقول لي واحد يا أخ عدنان، الشيخ عثمان الخميس حفظه الله قال كيف يشك في مصيرها وثبت عن النبي، هذا عن عمار بن ياسر، أنها زوجته في الآخرة، وأنا أقول هذا، أنا أصدق هذه الحديث، لكن بالله عليكم هل معنى أنها زوجته أنها تدخل الجنة بغير حساب؟ من قال هذا؟ ستدخل الجنة بإذن الله تعالى وإن شاء الله بغير حساب، لكن لا قدر الله ولا سمح قد يكون مصيرها إلى الجنة زوجة لزوجها إن شاء الله الأوحد، ما لها من زوج سواه، لكن بعد سابقة عذاب لا قدر الله ولا سمح. ما في في كلمة أنها زوجته أي دليل، لا يستحي. أنا درس الأصول، لو أردت أن تثبت هذا أصولياً أصول فقه لو استظهرت بالإنس والجن لا تستطيع ذلك، وسوف ترى. ومذهبي هنا هو مذهب أهل السنة والجماعة، الآن سيأتيكم بالدليل إن شاء الله. ولذلك العامة يا حرام حين تخاطب بهذه الأشياء لا تفهم العامة، يقول لك فعلاً يا أخي كيف زوجة النبي ومش عارف وين هي؟ هذا كلام هيك العلم هو؟ العلم ليس هكذا. طيب الآن